السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف أتكلم عن موضوع وهو من الأهمية بمكان، وهو تحفيز الذات. سوف أعطيكم 9 طرائق أو طرق لكيفية تحفيز الذات، وهذه الطرق هي فقط ليست جامعة، يعني ليست، ولكنها يعني أساسية، قد تساعدكم في إكمال مسيرتكم المهنية أو المسيرة الذاتية للإنسان. تحفيز الذات هو عنصر أساسي للعمل بفعالية أكبر، وهذا العنصر الأساسي هو ما يسمى بالحماس. إلا أن هناك العديد من المواقف التي غير متوقعة في حياتنا اليومية تجعلنا نصاب باليأس والإحباط لبضع لحظات. هذا الشيء هو عادي جدا، أن الإنسان يصاب بالإحباط ويصاب باليأس في بعض المواقف إذا أحس بأنه إذا أحس بالظلم أو أحس بأي شيء آخر، فالإنسان يحس بالإحباط، وكذلك يفقد الحماس. الحماس هو الشيء المهم الذي يجعلنا نتقدم في الحياة، ومن أجل تحقيق الذات، من أجل التطور، من أجل تطوير الذات، من أجل الحماس، والذي يجعلنا نستمر في عمل ما إلى النهاية. أول طريقة أول شيء هو تحديد الهدف. إنسان يجب أن يكون عنده هدف في الحياة. حياة الإنسان هي مجموعة من المواقف ومجموعة من الإنجازات ومجموعة من أشياء أخرى، ولكن تحقيق الهدف هو مهم جدا في جميع مواقف الحياة، أو في جميع ما نمر به في حياتنا من مشاكل أو غيرها أو غير المشاكل. يعني يجب أن يكون عندنا أن نحدد هدفا ما في الحياة. هذا الهدف مهم جدا للاستمرار. أول شيء هو السؤال، يجب أن تسأل نفسك أو أن أسأل نفسي، لأن هذا الكلام قد يكون موجه لي أو موجه لغيري. هل تعلم الدافع الذي يجعلك تنجز ما تقوم به من أعمال في الحياة اليومية؟ هذا السؤال الأول. سؤال ثاني، ما الذي ترغب في الوصول إليه من خلال المواقف التي تتخذها في الحياة اليومية؟ لماذا ترغب في الوصول إلى هذه الأهداف؟ يعني هناك أهداف سطرتها في حياتك، يعني هناك أشياء في الحياة قد تكون عن قصد أو غير قصد جعلت أهدافا لحياتك. هناك من يعرف أنه يعني يعلم جيدا أنه سطر أهدافا، وهناك من لا يسطر أي أهداف ولكنه في الأخير يصل إلى الهدف، وهذا بشكل عشوائي. ولكن ما دام أن الهدف محدد، أحسن شيء أن تحدد الهدف. الهدف يجعلك نتكلم هنا إذا فقدنا الحماس إذا فقدنا الحماس، نحن حددنا الهدف وكل شيء، ولكن مع الوقت نفقد الحماس في تحقيق هذه الأهداف. أول شيء يجب التوقف قليلا والتفكير بشأن المواقف المهنية أو غيرها. هذا التفكير يعد طريقة رائعة لتعرف ذاتك أكثر. بعد أن تفهم الأعمال التي قمت بها، يمكن أن تحدد بفعالية أكبر أهدافك. والتمتع بأهداف محددة جيدا يعتبر طريقة للتحفيز الذاتي.
هذا لأن الحماس يزداد يوما في كل مرة نبلغ أهدافنا التي حددناها لأنفسنا. يعني هذا كله يعني أنه إذا حددنا الهدف وبدأنا في تحقيق هذه الأهداف، نشعر نملك ذلك الشعور الجميل بالحماس وبالنشوة في النجاح. لذلك هذا الشيء يحفزنا ويجعلنا نتقدم في تحقيق الهدف. في بعض الأحيان لا نكون واعين بأهمية موقف ما، نخلق لأنفسنا ضغطا لا داعي له في حياتنا اليومية. لذا اختر الأهداف التي تستند إلى نقاط قوتك والموارد المتوفرة بحوزتك التي يمكن استخدامها. هل تعلم كيف تحفز ذاتك من خلال تحفيز الذات أو self motivation أو l'automotivation باللغة الفرنسية؟ يعني إذا تحدثت عن أهدافك الأساسية وعدم قبول الأمور العادية والمريحة يعد عظيما كي تفهم الهدف الذي تطمح في الوصول إليه. يعني الإنسان إذا تحدث عن أهدافه وسطرها يعني هي واضحة بالنسبة إليه، فمن السهل أن يصل إليها، أو أنه على الأقل واعي بأهمية الوصول إلى هذه الأهداف وكيفية الوصول إليها. إذن هناك أول شيء هو إنسان يتساءل هذه الأسئلة، كيف يحقق الدافع الذي يجعله كل يوم ينجز نفس العمل، ما الذي يرغب في الوصول إليه من خلال المواقف التي يتخذها، وثالث شيء هو لماذا يرغب في الوصول إلى هذه الأهداف، وبعد ذلك يحفز ذاته ويضع في اللاوعي أن يعني يفكر بطريقة واعية جدا أن هذه الأهداف مهمة بالنسبة إليه إذا حققها، ويبدأ في تحقيق الأهداف. ليس مهما أن يحقق الأهداف جميعها، ولكن يمكن أن يحقق هدفا وراء الآخر. الهدف الأول هناك تشجيع وأشياء أخرى، سيمر للهدف الثاني، وهكذا إلى أن يتم جميع الأهداف. الشيء الثاني، حول تركيزك قليلا عن الأفكار التي تفكر فيها عادة، حول قسما من تركيزك في الواقع والآخرين، وفكر في نفسك أنت كيف تشعر حيال المواقف الراهنة. لا تتخذ دوما قراراتك وأنت تفكر فقط في العوامل الخارجية. التغيير هو العنصر الأساسي الذي يساعدك على تحفيز الذات عندما تعاني من حالات اليأس وفقدان الحماس والنشاط. هذا شيء مهم جدا، أن الإنسان يحول تركيزه عن ما يدور حوله ويفكر فقط قليلا في نفسه. يعني ولو كان عنده مسؤوليات كثيرة، لكن يفكر قليلا في نفسه. هذا مهم أن الإنسان لكي يستمر في الحياة، يستمر في العطاء، لكي يخلق لنفسه الحماس. هذا مهم جدا. ولا تتخذ دوما قراراتك وأن تفكر فقط في العوامل الخارجية. يعني العوامل الخارجية التي تدور حولك، لا تعلق قراراتك بما يدور حولك فقط. هي صحيح أن الإنسان يجب أن يأخذ في عين الاعتبار الأسرة والأشياء الأخرى والعمل وكل شيء، ولكن هناك هو كإنسان يفكر في نفسه كإنسان في راحته ويبتعد عن الضغط الذي يشعر به. وإذا فكر في هذه الأشياء، إذا تمكن من التفكير في نفسه، سيفكر في التغيير، كيف يمكن أن يغير من نفسه، وكيف يفكر أن يغير من ما يعيش في واقعه. هذا الشيء يجعله يحفز ذاته، لأنه تحفيز الذات شيء مهم. تحفيز الذات، التغيير هو العنصر الأساسي الذي يساعد الإنسان على تحفيز الذات.
بعد ذلك نمر إلى الطريقة الثالثة، قم باختيارات جديدة كلما دعت الحاجة لذلك. يجب أن تعلم أنه ليس لأنك بدأت في مجال ما يعني أن هذا المجال هو المثال بالنسبة لك، فالحياة عبارة عن اختيارات، ولذلك دوما الخيار كي تتحول إلى المجال الذي ولديك دوما الخيار كي تتحول إلى المجال الذي تحبه أكثر. احذر من التردد، لأن أحيانا نخدع أنفسنا بأنفسنا ونتراجع عن كل شيء وبسرعة كبيرة. يعني أن الإنسان إذا كان في مجال وقضى فيه وقتا طويلا قد يكون ذلك المجال لا يصلح له، ولو أنه قضى فيه وقتا طويلا، ومن حقه أن يغير إذا وجد الاختيار الأمثل له، من حقه أن يغير مجاله سواء مجال العمل أو أي مجال آخر، ويذهب للمجال أو يتحول للمجال الذي يحبه ويستطيع أن يعطي فيه أكثر أو يرتاح فيه أكثر. ولكن إذا استطاع أن يغير من مجال إلى آخر فليجب أن يكون ذلك بسرعة كبيرة، ولا يجب كذلك أن يتردد في اختياراته. يجب أن يفكر بتأني ثم يغير المجال الذي لا يرتاح فيه أو بالنسبة له قد تغيير مهم بالنسبة له مما هو فيه في واقعه أو الواقع الذي يعيشه أو أي شيء آخر يعمله كل يوم يجب أن يتغير. إنسان يعني طبيعي أن الإنسان يخاف من الأمور الجديدة والمجهولة، وتخلق لدى الإنسان القليل من المشاعر عدم الثقة وحتى الخوف، لكن يجب أن نعلم أنه إذا لم نحاول على الأقل لن نعلم مطلقا أن ذلك الشيء الجديد سوف يكون مفيدا، أي أن نحاول لكي نعرف أن هذا الشيء مفيد أو غير مفيد، ولكن نتأنى في التفكير ونتأنى في الاختيار ونتأنى في التغيير. هذه الأشياء كلها نتأنى فيها، ولكن لكي نغير أشياء في حياتنا. الطريقة الرابعة هي أنك لا تخف من ارتكاب الخطأ. ارتكاب الأخطاء يعد أمرا سليما، لأنه الطريق الذي يجعلنا نتعرف على طرق أخرى للقيام بمهامنا بطريقة أفضل. لا تعاقب نفسك أثناء الوقوع في الزلة، استخدم ذلك لتعديل الإجراءات التي اتخذتها وليس كأداة تجعلك تصاب بالإحباط. الخطأ عادي، الخطأ وارد، ولكن الأخطاء لا يجب أن تتكرر دائما. هناك أخطاء الإنسان يمكن أن يقوم بأخطاء لكي يتعلم منها، ولكن يجب أن لا يكرر نفس الخطأ أكثر من مرة، يجب أن يتعلم من الخطأ. هذا الخطأ يجعله يتعلم أشياء كثيرة في حياته الشخصية والمهنية أو غيرها. بالطبع الأخطاء تجعلنا نتعلم أشياء أخرى ونتعلم طرقا أخرى في الحياة لكي تستمر بنا ونستطيع أن نحقق الأهداف المسطرة التي تجعلنا نتقدم ونتطور أكثر في حياتنا. خامس طريقة وهي تعلم شيئا جديدا كل يوم. يعني الإنسان يجب أن تعلم شيء جديد في كل يوم، يعتبر أداة فعالة جدا تساعدك على تحفيز الذات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. استثمر إمكانياتك جيدا، يعني الإنسان لا يجب أن يتوقف عن التعلم. التعلم شيء مهم جدا في الحياة، أشياء جديدة مهمة جدا، كل هذه التعلم يجعلك ليس فقط الاستمرار في الحياة، ولكن تحس بأن ما تقوم به فيه العمل الذي تقوم فيه هو ليس فقط تحفيز للذات، ولكن فيه تجدد وتغير وفيه دينامية تتغير
وتتحول. كلما تعلمت شيئا جديدا يعني سوف تأتي بشيء فيه إبداع وفيه تجديد. وتعلم الشيء الجديد قد يكون بسيطا جدا عبر قراءة كتاب، أو حتى عن طريق قراءة مقال في جريدة، أو رؤية، أو حتى يعني أي شيء بسيط جدا قد تتعلم منه أشياء كثيرة إذا تمكنت من معرفة كيف تستغل ذلك الشيء الذي أمامك، فستتعلم منه أشياء كثيرة. استثمر إمكانياتك جيدا. كل شخص فينا له مواهب وله إمكانيات كمينة مختبئة قد لا يعرفها، ولكنه قد إذا استطاع أن يخرج تلك الإمكانيات سيستعملها ويستعملها أحسن استعمال، سوف يذهب إن شاء الله بعيدا فيما كل ما يطمح إليه وكل ما يريد التعلم منه. وكذلك إذا تعلمنا، يعني الإنسان إذا استطاع أن يتعلم أشياء أخرى، فهذه الأشياء تعطيه يكتسب بفضلها المزيد من السلطة والإتقان والثقة بالذات. وهذا الشيء يمكن أن يجعل الإنسان يؤمن حقا بقدراته وكل ما يقوم به. كاين شيء آخر، وأن الإنسان يستطيع أن يضع أهدافا إرشادية، يستطيع لكي يعني قد يضعها لكي يحاول الوصول إليها من خلال الدراسة المكثفة وتبادل المعلومات. يعني الدراسة مهمة جدا، ولو الإنسان يعني الدراسة ما لهاش أي عمر، الإنسان يستطيع أن يدرس طول عمره، والدراسة مهمة جدا وهي تطور من الإنسان وتجعله يفكر بأشياء ويحلل ما يدور حوله بأشياء أكثر عمقا وأكثر ثقافة. الدراسة مهمة جدا. سادس شيء، وهو الإنسان يجب علينا أن نكون أكثر إيجابيا، أو الإنسان يجب أن يكون أكثر إيجابيا. كن إيجابيا، حرر نفسك من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تحطيم الذات أو العزلة. لا تشعر بالثقل والضغط الشديد في الذهن من جراء الأفكار السلبية والتي من شأنها فقط أن تحبط من حماس المرء. إن مشاهدة العالم بأسره وبالأخص مواقفك من زاوية إيجابية يساعدك في المحافظة على طاقة إيجابية رائعة وتحفيز الذات بشكل عالي. لا أحد، لن نختلف على أشياء عن هذا. الإنسان الإيجابي هو إنسان لديه من الطموح ولديه كذلك من الطاقة ما يمكن أن يذهب أن يطور، أن يعمل الكثير من الأشياء أو يقوم بالكثير من الأشياء في حياته. وهذه هناك نظرية تقول إن التفكير الإيجابي يولد نتائج إيجابية، وهذه المقولة صحيحة 100%. إذن الإنسان يجب أن يكون إيجابيا في معاملته مع الجميع. قد يكون هناك بعض نستطيع هنا أن نقول بعض النقط في هذا المجال أن الإنسان يكون إيجابيا. أول شيء، هو يمكن الإنسان أن يبحث عن نقاط القوة التي تكمن فيه. النقطة الثانية، أن الإنسان يمكن أن يكرر لعقل اللاواعي الذي بداخله دوما المعلومات الإيجابية عنه. على سبيل المثال، أنا أستطيع، يمكنني هذا، ممكن. حافظ على التواصل مع الناس الذين يساهمون في تحفيزك، وتجنب أولئك الناس الذين يركزون فقط على أخطائك. آمن بقدراتك في مزاولة النشاطات التي يتم إسنادها لك. في حالة الضرورة، ابحث عن أخصائي الحديث معك يساعدك في تحديد وتأكيد العقائد التي تؤمن بها. وهذا شيء يكون في آخر المطاف، أن الإنسان يمكن أن يطلب المساعدة من أخصائي ليساعده في إذا كان لا يستطيع أن يكون إيجابيا، وأن جميع الأفكار السلبية تدور في رأسه. يعني من الأحسن من تدور في رأسي هذا الشيء، أنا لا أحب أن أقول هذا لأنه سلبي جدا، ولكن أحب أن يكون الإنسان إيجابيا 100%.
في المئة. الطريقة السابعة، استثمر في موارد أخرى مختلفة تجلب الرضا لك. الانفصال قليلا عن عالم المهام المهنية المختلفة لبضع دقائق في اليوم. حاول أن تريح ذهنك من التفكير، يعني الإنسان يجب أن يفكر في نفسه، أن يفكر في الأشياء التي يمكن أن تجلب له الرضا والترفيه فقط. لا نتكلم عن كل ما هو مهني لأنه يجلب الضغط ويجلب يجلب الضغط، وهذا الشيء صعب صعب جدا، ولكن الإنسان يجب فقط بعض الشيء الانفصال عن كل ما الأشياء التي تسبب له الضغط هو القلق، فقط يعني يغير من كل شيء، يرفه عن نفسه بالاستماع إلى الموسيقى أو قراءة الكتب أو الذهاب إلى المسرح أو السفر، ممارسة رياضة أو حتى ممارسة رياضة التأمل والتفكير، ولكن لا يبعد كل تفكير عن كل ما يخص مشاكله المهنية التي تجعل له الضغط والقلق. ثامن نقطة، وهي استخدم أدوات التدريب ما يسمى بالكوتشين. في حال الضرورة اطلب المساعدة من الأشخاص المحترفين كي تحصل على دوافع تجعلك تخطو إلى الأمام. يعني الإنسان يستطيع أن يطلب مساعدة الأشخاص المحترفين المختصين في الكوتشين الذين يعرفون كيف يجعل الإنسان يتقدم إلى الأمام، ويعرفون كذلك كيف يخرجون منه أو كيف يخرجون منه كل ما هو جيد في شخصيته. ممكن أن يطلب المساعدة من منهم، وبالتأكيد سيجد ما يطلبه. تاسع نقطة، وهي تعرف على أشخاص بلغوا النجاح. من المهم جدا أن يكون لديك أناس يعتبرون مرجعا في حياتك، خصوصا إذا كنت تبدأ بمشروع جيد. إن التعارف وتوطيد العلاقات مع الأشخاص الذين حققوا نتائج إيجابية تعد طرقا رائعة لتحفيز الذات. لا نختلف عليها أن جميع الأشخاص الذين بلغوا النجاح يعدون قدوة ويعدون إلهاما للكثير من الناس، وكذلك قصصهم تروى ونستمع إليها جميعا وتجعلنا نشعر بالحماس وبالتحفيز. آخر شيء وهي الخلاصة، إذا كنت قد وصلت إلى هنا بالتأكيد قد لاحظت مدى أهمية أن تتعلم كيف تعمل على تحفيز الذات حتى لا تستسلم وتتراجع عن أحلامك. إذن عندما تشعر بالإحباط تذكر هذه الطرق التسع كي تزيد من تحفيزك الذاتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.